موقف الأمة من الحضارة الغالبة. انقسمت الأمة في مواجهة الحضارة الغالبة أثلاثاً. أولاً، أقلية نادرة بقيت في زحمة التيارات محتفظة بالإسلام كله، ولكنها عاشت متفتتة متحاجزة لا تتلاحم لتكوين قوة ضاربة. ثانياً، كثرة غامرة بلغ بها التأزم النفسي حد الإعلان والتحلل المتجاهر من الإسلام للاسترسال مع أقوى التيارات. ثالثاً، فصيلة موزعة بين الواقع والمثال، فهي تؤمن بالإسلام إيماناً فكرياً مجرداً، وتركز حياتها الخارجية على المبادئ الأجنبية لأنها كانت تثق بالإسلام كله، ولكن مقدرتها الفكرية لم تسعفها بطاقة الكفاح لتنفيذ إرادتها في مجالات الحياة، فأصبحت ترضخ لكل عامل متسلط.